يا مساء الفل عليكم، يا رب دايما تكونوا بخير وسعاده في حلقه جديده من برنامجكم مواهب بلدنا. حلقتنا النهارده حلقه مميزه جدا يا جماعه، معانا مواهب جميله جدا. دايما بقول في كل برنامج اي حد عنده موهبه، اي حد عنده في شتى المجالات، في الرسم، في القران الكريم، في التمثيل، في الانشاد الديني، في اي حاجه انت عندك موهبه، في كره القدم، في كتابه كمان، السيناريست وحاجات جميله كده، تراسلني على بيج الرسم بتاعي مذيع السعاده حسام كرم باللغه العربيه، 500,000 متابع، او الاكونت الشخصي بتاعي حسام كرم بالعربي وانجلش، تمام يا جماعه، او بالمخرجنا الجميل هينزل الرقم كمان شويه دلوقتي، تراسلنا عليه لو عندك موهبه، تشرفنا وتكون موجود معانا في برنامجك مواهب بلدنا. المواهب اللي موجوده اللي معانا النهارده مواهب جميله جدا يا جماعه. معانا بقى النهارده ليلى او اميره، معانا اميره في الازياء، صح كده اميره؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. تمنيني يا اميره؟ اجمل ناس يا امير. ومعانا برضو الموهبه الجميله جدا، ان انا سمعت صوته عجبني جدا، هو محمد ابراهيم. ازيك يا محمد؟ اخبارك يا حبيبي؟ منورنا. ومعانا بقى ايه جنات. ازيك يا جنات؟ صوتك واطي جدا يا جنات. الحمد لله. ايوه كمان مره كده. الحمد لله. ايوه جميله جدا يا جنات. جنات بقى انشاد ديني، صح كده؟ تمام. طيب احنا هنبدا بقى مع القران الكريم. إيه محمد في الاول كده هتسمعنا ايه؟ وانت منين؟ وسنه كام؟ سنه كام الاول؟ أولى إعدادي. محمد أنت يعني قبل كده طلعت مسابقات أو قرأت القرآن الكريم في مسابقات في المدرسة أو حاجة زي كده؟ موجود معانا يعني. أنت منين يا محمد؟ أنا من دكتور. تمام. طب سمعنا حاجة. بالمايك يا محمد، بالمايك بقى، اتكلم بالمايك وغني في المايك. يلا بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. صدق الله العظيم. ما شاء الله يا محمد، جميل جدا يا حبيبي. محمد اتكلم تاني في المايك، اتكلم امسك المايك تاني. محمد انت قلت لي في سنة أولى إعدادي صح؟ نفسك تطلع ايه بقى؟ كل واحد عنده موهبة كده جميلة كده، نفسك تطلع ايه؟ والله أنا نفسي أبقى دكتور برضك وأبقى في شيخ في نفس الوقت برضه. دكتور وقارئ صح كده؟ أيوه إن شاء الله. نفسك تقرأ في المعاز وكده؟ أيوه إن شاء الله. ان شاء الله بقى نفسك بقى دكتور وقارئ. ايوه تمام. طيب اميره بقى، ازيك يا اميره؟ الحمد لله. إيه طنطا بقى واهل طنطا الجمال، الحلويات بقى الجميله. اميره بقى انت عندك كام سنه دلوقتي او في سنه كام؟ انا عندي 12 سنه. 12 سنه. اميره انت بتقولي ان انت بتعملي ازياء، وشفت ازياء صور بتاعتك ورسومات جميله جدا يعني. منين بقى جات لك الفكره الجميله دي، ومين اللي شجعك، ومين اللي دايما كان سند ليكي وبيدعمك؟ انا بتجيلي الفكره على طول
برسمها وبعد كده انفذ. يعني بتجيلك الفكره بتنفذيها؟ اه. مامتك دايما بتاخد رايها او هي بتقولك لا بلاش ده وكده او باباكي؟ انا باخد راي بابا وماما واخواتي وكده. بابا وماما واخواتي. طب ايه الحاجات اللي معاك النهارده يا اميره؟ الحاجات دي طبعا انت اللي عاملاها يا اميره. اه ما شاء الله. انت بتاخد منك وقت قد ايه؟ يعني على حسب التصميم، ساعه نص ساعه كده. انت اكتر حاجه خدت معاك وقت كانت من الازياء اللي انت عاملاها الجميله دي كانت ايه؟ كانت دي. كانت دي. الحاجات اللي انت بتستخدميها بقى، الحاجات دايما كل واحد كده مصمم ازياء او فنان وعنده موهبه زي كده بيستخدم حاجات معينه او حاجات هو بيحبها اللي هي بتوصل المعنى للمشاهد او توصل المعنى كمان للي موجود معاه او اللي هو صاحب الحاجه دي معينه. ايه الحاجات اللي انت بتستخدميها؟ الادوات. انا بستخدم الدبابيس. الدبابيس كتير جدا بتستخدميها. إيه انت عملتها في قد دي؟ وقت قد ايه؟ ساعه ونص. ساعه ونص ما شاء الله ما شاء الله. دي اللي خدت وقت معاكي او دي كانت صعبه شويه؟ اه. مين من الناس دايما كل واحد عندنا كده او احنا كنا صغيرين مثلا بيبقى ليه كل واحد ليه مثل اعلى، من مثلك الاعلى؟ مثل الاعلى؟ اه. مثلك الاعلى في الازياء عامه؟ هاني البحير. هاني البحير. نفسك تقابله كده؟ اه. متابعه اعماله؟ لا مش قوي. بس انت بتسمع ان هو حد كويس فانت متابعاه. في حاجات تانية جميلة جدا، في حاجات تانية انت حابة توريها لنا النهاردة؟ ده عملتيه امتى ده؟ ده فستان جميل خالص. اه. سواري ده؟ لا زفاف. زفاف كمان ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يوفقك يا أميرة. ماشي يا حبيبتي بالتوفيق إن شاء الله. طيب جنات ازيك؟ عاملة انت صوتك مبحوح ليه طيب؟ انت كنت بتحل صوتك امبارح أو عندك برد أو حاجة؟ مش نحافظ على صوتنا ده احنا فنانين بقى مواهب بقى جميله كده. سمعيني بقى النهارده. دمت يا ابصالنا يا وصيه الرسول، وعد ربي قد دنا والظلام لن يطول، قدسنا لن تضام قد قرعنا الطبول، وانتشقنا الحسام وعرفنا السبيل، حاولوا الاقتحام لن يمروا المغول، وراكبوا الموت الذئام عاد جحفا الرسول. دمت يا اقصى لنا يا وصية الرسول، وعد ربي قد دنا والظلام لن يطول، يا شباب قدسنا فيكم انقاد الالم، فليحيد الغاصبون عن منالينا الاهم. انت يا جنات في سنه كام دلوقتي يا حبيبتي؟ 5 ابتدائي. قرب المايك منك تاني. 5 ابتدائي. 5 ابتدائي بس انت صوتك جميل، بس انت في حاجه في صوتك النهارده. عندك برد؟ لا. طب ليه صوتك مفحوح كده؟ عندك بحه كده جميل؟ والله بشرب نسيم كده بس مش عارفه ايه. مش عارفه ايه خالص، صوتك رايح خالص، صوتك رايح خالص. لازم تشرب ينسون بقى، لازم تهتمي بصوتك ده. انا سمعتها يا جماعه بكل امانه، انا سمعت جنات قبل يعني من يومين كده، كان صوتها جميل جدا صراحه، يعني كان صوتها قوي جدا، فانا يعني مستغرب جدا، مفاجاه بالنسبه لي ان هو صوتها راح النهارده. تمام. محمد ادي المايك لمحمد. محمد هتسمعنا حاجه بقى؟ بتقولي شادين ولا حاجه؟ طب سمعنا حاجه بسيطه عشان في فقره ثانيه معانا. ماشي. في حاجة تانية غيرها؟ ها؟ في حاجة تانية غيرها اللي هي قالتها؟ حاجة تانية جديدة؟ هو هي في الكلام زيه بس هي مش نفسها بالظبط. طب ماشي اوكي. بس كوبليه بسيط كده. يلا حبيبي. أقرب الهاند منك. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف نحمي الحرم، مسجدي مسجدي كل ما فيه لنا، مسجدي 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 يا أنا، يا شباب قدسنا فيكم انقضى الألم، فليحيد الغاصبون عن منالنا الأهم.
يا طيور الاعتصام حلقي مثل العلم واشهدوا يا مسلمون أننا كل القسم قدسنا لن تضام قد قرعنا الطمول وامتشقنا الحسام وعرفنا السبيل. الله عليك يا حبيبي، صوتك جميل بجد والله، انا مستمتع وانا قاعد اسمعك. احنا بعد ما نخلص نطلع لايف عندي بقى براحتنا، تمام حبيبي يا محمد؟ نورتنا وشرفتنا يا حبيبي. عايز تقول حاجه النهارده تاني حبيبي؟ عايز تقول حاجه النهارده يا جنات؟ عايز تقول حاجه؟ عايز تقول ايه؟ طيب بعد الهوا نقول فك الغزاله ونربط الغزاله وكل حاجه، تمام؟ اميره عايز تقولي حاجه النهارده؟ لا. في حاجه حابه تقوليها؟ لا، كنت عاوزه بس اعرض التصميم. نعم. طب اعرضي فستان فلسطين. فستان فلسطين. طب اعرضي كده. ما شاء الله عليكي. منين جات لك الفكره بقى؟ ده يا جماعه فستان فلسطين. هو انا رسمه هنا بس هو مش نفس ده فلسطين التصميم يا جماعه. حاجه جميله جدا برضو من طفله جميله فكرت وابدعت. حاجه جميله تحفه ما شاء الله. شكرا جدا ليكي يا اميره. ودي كده يا ريت الكاميرا بس تدخل عليها. هو باين دلوقتي. حاجه جميله جدا ما شاء الله. بالتوفيق يا اميره، انا سعيد جدا بيك النهارده وبالابداع بتاعك. شرفتينا ونورتينا وبالتوفيق ان شاء الله يا حبيبتي. شرفتونا يا جماعه، شرفتونا النهارده ونورت الدنيا كلها وبالتوفيق. اتمنى لكم كل التوفيق من كل قلبي. هنطلع فاصل يا جماعه بسيط كده ونستقبل الفقره الثانيه المواهب الجميله الموجودين معانا ومستمرين معاكم ان شاء الله ببرنامجكم مواهب بلدنا. فاصل ونرجع. ورجعنا لبعض مره ثانيه في برنامجكم مواهب بلدنا في فقره جديده يا جماعه، فقره يعني غريبه شويه او جديده شويه عن ميه البرنامج بتاعتنا او المحتوى بتاع البرنامج بتاعنا، بس هو في نفس السياق. يعني قدمنا فن وقدمنا مواهب وقدمنا حاجات جميله جدا، ولكن موجود معانا النهارده بقى ايه؟ صانع محتوى. صانع محتوى بنشوف كتير جدا شباب جميله عايزين يوصلوا فرصه وعايزين يوصلوا مثلا اللي هم يدخلوا مثلا مخرج يشوفهم، ممثل يقول لا انا عايز الموهبه دي، وناس كتيره جدا كانت على السوشيال ميديا وعملت تاثير قوي جدا في الفتره اللي فاتت وعندهم متابعين كتير جدا، من ضمنهم الشاب الجميل اللي موجود معانا. هو بيقدم فيديوهات وافلام وبيعمل مقاطع قصيره جدا جميله جدا على السوشيال ميديا. هو عرفنا بنفسه بقى. ازيك عامل ايه؟ اسمك ايه بقى ومنين وكده؟ اسمي حماده محمد من ديكرنس. حماده انت عندك كام سنه؟ انا عندي 23 سنه. 23 سنه. الموهبة الجميلة التانية اللي معانا يا جماعة برضو فنان، موهبة في الرسم بقى، بيرسم كده وحاجات جميلة هنشوفها النهاردة مع بعض إن شاء الله بإذن الله. اسمك إيه؟ أحمد محمد السي. منين يا محمد؟ من مصر. تمام. وبرضو يا جماعة بيتجدد اللقاء برضو معانا ومع الأستاذ محمود البرعي. محمود البرعي دايما هو يعني مكتشف المواهب، هو المسؤول عن تحديد الموهبه بالتحديد اللي هو بيظهروا معانا او هو اللي بيختبرهم قبل وهم بييجوا معانا. وفي ناس برضو بيبقى الموهبه بتاعتهم مش قويه جدا يعني، بس لسه بدايه بذره حلوه، بدايه ثمره حلوه، فاحنا بنجيبهم برضو عشان اللي هم الجمهور يشوفهم، وفي نفس الوقت اللي هم ياخدوا خبره، وفي نفس الوقت اللي هم يطوروا من نفسهم. ازيك حوده؟ ازيك يا استاذ حسام؟ عامل ايه؟ حبيب قلبي طبعا انا بشرف بيك النهارده، وعايز انوه كل يعني الساده المتابعين معانا ان حلقه النهارده غير كل حلقه من مواهب بلدنا. حلقه النهارده طبعا فتحنا المجال فيها بالنسبه طبعا لمجال الاعلام. الاستاذ اسماء معانا النهارده في مجال الاعلام، ومعانا الاستاذ حماده زي ما الاستاذ حسام قال في نسبه المحتوى بتاع التقديم. طبعا دي موهبه جميله. وبالنسبه للفقره اللي فاتت الاستاذه اميره طبعا اللي شرفتنا من طنطا طبعا موهبه طبعا تفصيل الملابس، فطبعا ده كله يعني مواهب جديده معانا. فانا بنوه لكل الساده المتابعين معانا ان احنا فتحنا المجال ليكم ان شاء الله، وهيكون معانا مواهب في الرياضه ان شاء الله في الحلقات القادمه، وان شاء الله كل المتابعين معانا بنفتح لكم المجال تتواصلوا معانا ان شاء الله من خلال برنامج مواهب بلدنا. اتفضل يا استاذ حسام. ان شاء الله باذن الله. معانا يا جماعه كمان عنصر نسائي من طبعا دايما بنشجع العنصر النسائي ودايما بنشجع الساده المصريه. معانا في بقى في مجال الاعلام، هي نسمع نفسها تبقى ايه وليه الهدف اللي هي شرفتنا النهارده ونورتنا في برنامج مواهب بلدنا. ازيك يا استاذه؟ اخبارك يا استاذه اميره؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. صوتك واطي لي كده؟
لا ده انت المفروض تبقى اعلاميه، يعني المفروض يبقى صوتك قوي جدا يعني. معلش لو عشان اول مره بس قدامي الكاميرا. هو حضرتك خريجه اعلام؟ ما شاء الله. طيب نفسك لا بقى؟ لا لا انا مش خريجه اعلام. اه انا بكالوريوس علوم وتربيه. طب ايه الفكره بقى اللي جت لحضرتك اللي حضرتك مثلا تبقي اعلاميه وكده؟ بس على صوت شويه. هو انا عندي صفحه على الفيسبوك وعندي قناه على اليوتيوب. طيب. بمارس من خلالها بقى مهنة المذيعة يعني بشكل لحد ما كويس. تمام. أنا من زمان بفكر في الموضوع ده، يعني متابعة المجال. جيت قبل كده قناة الفتح من كام سنة. تمام. دخلت شوية في الإعداد، عملت برنامج مسابقات بس، وبعدين توقفت بقى لأن الأسرة والبيت وكده، وبعدين الصفحة بقى واليوتيوب والكده شدتني برضو للمجال مرة تانية، فأحب إن شاء الله إن أنا أستمر. تكون إعلامية إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله ربنا يوفقك. بقى الموهبة اللي معانا بقى صانع المحتوى. صانع أنت بتقدم حاجات جميلة جدا على الفيسبوك، وشفت لك حاجات كويسة. منين جات لك الفكرة؟ الفكرة سبحان الله جات له صدفة. أنا ما كنتش مفكر أصلا ولا خطط إن أنا أعمل أفلام أصلا، بس هي جات لي. قرب الهندي منك شوية. هي الفكرة جات لي وأنا طورتها بقى. تمام. كنت بعمل أفلام وحشة قوي، والناس أو حتى ما كنتش بزعل إن أنا بعمل أفلام وحشة. بس فضلت أطور فيها أطور فيها لحد ما عملت فيلم البدروم اللي خدت عليه جوايز. وهو السبب اللي أنا بقى خدت منه جوايز. إيه بقى؟ كنت في الكاميرا. في معهد الهرم كانوا بيعملوا جوايز على أحسن فيلم، وفيلم البدروم خد أحسن فيلم في المهرجان. وخد 4 جوائز، احسن فيلم واحسن ممثل واحسن فيلم في السنه بتاعت معهد السينما. جميل جدا. هو الفيلم اللي نقلني يعني. طب مين بقى اللي بيشترك معاك في الادوار دي، او في المحتوى اللي انت بتقدمه؟ دايما بيبقى فيه عناصر كده، عناصر لازم تقول اسمهم برده عشان هم بيشوفوك النهارده، فضل يرجع لهم برده يعني. الحقيقه مفيش حد خالص خالص، انا بعمل الفيلم لوحدي كامل. من كتابه السيناريو والتصوير والمونتاج، كل الفيلم انا بعمله لوحدي. والناس كلها شاهد على ده وبيستغربوا ازاي بعمل فيلم كامل لوحدي، حتى التصوير والمونتاج كل ده. اخر فيلم كان مدته نص ساعه، فضلت اصور فيه اكتر من 8 شهور وتعبت فيه قوي. ومحدش يعرف اصلا، حتى اللي في البيت معانا ما كانوش يعرفوا حتى اللي انا بصور، كنت بصور من وراهم لان حتى ابويا رافض الفكره اصلا، فايه ان انا اعمل فيلم وكده. بس انا كنت كل اللي يشوف افلامي لازم بيستمتع بيها، حتى ما خدت عليها جوائز. جميل جدا. من مثلك الاعلى من الممثلين عامه اللي انت بتشوفهم دلوقتي في مصر؟ الصراحه ما فيش في مصر، بس في العالم، في بره، في المخرج ريدل سكوت والممثل كريس هامسورث، انا بحبهم قوي. لانه في مصر ما فيش حد تاخد قدوه بصراحه في مجال التمثيل خالص. اكتر يعني حتى لو فيلم مصري، محمد عز، الناس دي مش برده ما فيش حد بيشدك قد كده. حتى لو هم ممثلين موهوبين، المخرجين الافلام بتبقى عاديه. تمام. الفنان الجميل اللي معانا بقى الرسام، ورينا بقى رسوماتك كده عشان شوف رسوماتك وابداعاتك النهارده، شوف شغلك. انت عندك كام سنه دلوقتي وفي سنه كام دلوقتي؟ انا في تانية اعدادي. طيب. عندي 13 سنه. طب وريني رسوماتك كده حبيبي. وريني كده. طب خليها وديها خلي الكاميرا تدخل عليك كده. تمام. تقرب منك تلفزيون. مين بقى اللي انت عملت خدت مثلا كورس في الرسم، خدت حاجه اتكلم وانت لا ما خدتش. خدتش حاجه خالص. يعني دايما اي حد بينمي الموهبه بتاعته بيطلع على حاجات، في حد بيديله كورس تحديد العيون، ده تحديد الحواجب، الشعر، الحاجات دي، في حاجات كتيره جدا في ناس بتهتم بالنقطه دي. هل انت ما رحتش لاي حد مثلا انه نمي الموهبه دي، ولا انت بالفطره كده؟ لا بالفطره. ما شاء الله عليك يا حبيبي، ما شاء الله. نفسك تطلع ايه بقى عامه؟ دكتور. دكتور. انت مميز في الدراسه وفي يعني انت مركز في التعليم وكده يعني. ربنا يوفقك ان شاء الله. اي رسمه من دي بقى بتاخد منك وقت قد ايه؟ اقل من ساعه. اقل من ساعه. ما شاء الله. اكتر رسمه بتحبها وقريبه من قلبك ايه؟ ده دي. خلي مثلا قرب شويه كده، نخرج من الجميل. تمام. تحديد بقى مثلا العيون او تحديد الملامح ده صعب؟ لا سهل بالنسبه لك. انت بترسم وانت عندك كام سنه؟ برسم من وانا عندي 4 سنين. انت راسم رئيس؟ راسم لا. جميل. تمام. مين مسلك الاعلى عامه في الحته دي بالتحديد في الموهبه بتاعتك دي في الرسم؟
او متابع مين مثلا رسومات مين؟ لا ما تابعتش حد. متابع قرب المايك منك. ما تابعتش حد. ما تابعتش حد خالص. لا. يعني انت ما انت عندكش مثل اعلى، انت راجل بالفطره طلعت فلقيت نفسك بترسم فموهبتك اتطورت مع نفسك كده محدش. بس لازم تاخد كورسات في النقطه دي هتبدع اكتر والموهبه هتبقى تقيل اكتر من كده كمان. تمام؟ بالتوفيق. على فكره عايز اقول حاجه يا استاذ حسام، يعني هو رسم رسمه الرئيس السيسي لسه وهو على بوابه المدينه تاج الاعلام دلوقتي، يعني هو رسمها النهارده. يعني لسه. يعني الفكره لما تستوحى معاه بيقوم منزل يعني القلم، بيقول يا استاذ محمود انا بمسك القلم من نفسي وبقوم ايه راسم يعني مع نفسي كده من لوحدي كده، مجرد ما اخد فكره بس في دماغي بقوم منزلها على طول. جميل. يصممها بنفذها في نفس الوقت. جميل جدا حبيبي. جميل. الاعلاميه بقى ان شاء الله باذن الله معلمية المستقبل ان شاء الله باذن الله. مين مثلك الاعلى؟ دايما كل واحد يبقى ليه مثل اعلى عامه. مين في المجال عامه بتاعنا؟ بمعنى اصح انا بحب اسمع مين يعني او بتابع مين؟ بتابع الاستاذ عمرو اديب. تمام. بس انت صوتك واطي قوي، يعني دايما من شخصيه الاعلامي لازم يكون صوته قوي جدا ويكون جريء. انت عندك رهبه مع العلم ان حضرتك واخد على المكان. جيت هنا اكتر من مره فانا لسه اول مره، بعد كده هتلاقي صوتي سمع اول المدينه. طيب تمام اتفضلي. الاستاذ عمرو اديب. طبعًا الاعلامي الكبير. انا نفسي اقعد على الكرسي بتاعه. نفسك تقعد على الكرسي بتاع؟ عندها طموح حلو. الطموح حلو مفيش كلام. طموح حلو. يعني انت نفسك تطلعي زي عمرو، تقعد على الكرسي بتاع عمرو؟ نفسي اقعد على الكرسي بتاعه. بعد ما اخلص المدينه ممكن ادخلك تقعد على الكرسي عادي؟ لا اقعد على الكرسي بتاعه واقدم البرنامج بتاعه كمان. ما شاء الله ما شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. زوج حضرتك بيدعمك في النقطه دي وكده؟ شويه. شو مش حابه عشان البيت والولاد وكده. حابه تقولي حاجه النهارده في معانا؟ زي حابه تكلمي في اي حاجه النهارده؟ طب انت قدمت برنامج، ايه المحتوى اللي انت تقدميه؟ اخبار. اخبار. نفسك تطلعي تقدمي اخبار؟ برامج توك شو. توك شو. لان انا اصلا القناه والصفحه شغالين على الموضوع ده. تمام بالتوفيق ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا. انا بشكر حضرتك يا استاذ حسام وبشكر البرنامج والمعد والاستاذ محمود، ويعني بشكر كل الكاست بصراحه. يعني شرفت الدنيا كلها ونورتنا على راسنا من فوق. الله يخليك. نورتونا وشرفتونا النهارده يا جماعه. نورت يا حوده، نورت يا محمود. شكرا جدا. طبعا بشكرك يا استاذ حسام طبعا على اللقاء الجميل ده، وطبعا بشكر كل المتابعين معانا النهارده، وبنوه المره الثانيه كل المتابعين معانا يا جماعه. ان شاء الله احنا المجال مفتوح معانا بكل المواهب، وان شاء الله اي مواهب في الرياضه ان شاء الله هتكون يعني تتواصل معانا على الصفحه الرسميه لاعلام محمود البرعي طبعا. وبالنسبه للمواهب الثانيه طبعا بالنسبه للتفصيل او اي مواهب موهبه ثانيه اخرى عايز تتواصل معانا طبعا احنا فتحنا المجال ليكم. شرفت يا حبيبي نورتنا. شكرا لك يا استاذ حسام. انتظرونا كل ما هو جديد في برنامجكم مواهب بلادنا. اي حد عنده موهبه يا جماعه يراسلني على البيج الرسمي بتاعي مذيع السعاده حسام كرم، نص مليون متابع. اتشرف باي حد عنده موهبه، ينورنا وشرفنا برنامجكم وقناتكم الصحة والجمال. انتظروا كل ما جديد في برنامجكم موهوب بلادنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.